جوات الناس يا بالشعب. يا بالشعب. الشعب السوداني ده تعب يعني بصراحة كده، يعني تعب من الأكل، تعب من الشراب، تعب من الصحة، تعب من الكهرباء القاطعة، تعب من المياه. يعني احنا ناس تعبانين، طالبين السلام، طالبين الحكومة دي تشوف حالنا. يعني فترنا والله عادل كده. أول حاجة مطالبين بتعيين المجلس التشريعي، مطالبين بانضمام كل الشركات الأمنية إلى بنك السودان. احنا جينا هنا عشان نأكد على حاجة واحدة، إنه الشارع يصير نابض، وإنه الشارع لسه حي، وإنه يا أخي نأكد على ضرورة إنه هو الثورة تتوحد. أحب أذكر إنه يا أخي نحن مطالبنا واحدة وما بتتغير وثابتة وأكيدة. أول المطالب هي القصاص، قصاص للشهداء. ثاني حاجة العدالة الاجتماعية، تكوين المجالس التشريعية، وتكوين المفوضيات على السلام واستكمالها يا كل السلطة. عايزين نجيب الدين.